الرسام اعرفه من ايام ما كان في مدينة بابل الحلة. انت تحط وياه؟ اي. تفضل. يوم من الايام صار عندي عمل امني، انا ذاك انا احكي لك بال94، زين. حلو. فجاي اتمشى بحي نادر السكني، منطقة الشقق اليم وين الاقسام الداخلية مال البنات. صارت عندي شغلة وتعرفت على حسام، اجى غنى بحفلة. احكي لك صراحة، حسام الرسام بس يشوفني يذكرني يا شباب. اسأله هسه صيحة والله. صيحة صيحة، خلي يجي يواجهني، خلي يجي قدام هذا الجمهور العظيم 70,000 شخص، يقول انا ما اعرفك، انا مستعد احلف قران اقول انا كذاب. عشان عنك تشذب ابو شاهين. حسام الرسام اول ما غنى الاغنيه بحفله شعبيه مال الشاب خالد، اغنيه تيتي وانا اكتشف صوته واخذت بايد الوليد دخه. اساله شلون الاغنيه غني هلا عليك. تيتي وا تيتي وا تيتي تيتي وا تيتي سمرة حبيبتي السمرة، بلا مكياج وحمرة، شوكولاتة طعم الشفة والخد كريزة حمرة، أي السمرة شكلك تكلها شكلك. وأنا قلت لعم أنت صوتك عراقي يعني بي أسئلة. إيه كم قل أبو شاهين سولف القصة عمي صح ولا لا؟ دير بالك يسولف اقبال حسام لين راح يعتزل. لا اسولفها قدام الجمهور العظيم، انا عندي 70,000 شخص يردون يعرفون هذا الصندوق الاسود، انا مطلعه من قلبي لا صدق. شوف ابو ادم ما كملت تصوير الله عليك. جيب ابو ادم قدام يقول له هذا ابو شاهين، تتذكر العقيده ابو شاهين من كان عنده واجب بالحله يم الاقسام الداخليه مال البنات بيوم اللي كنت مزين حفر دائر ولابس الترواكه مالتك الحمراء القمصله؟ قمصله حمراء كان يلبس ابو شاهين. باي سنه هذا كان؟ باي سنه؟ بال94. بال94 واول اغنيه سجلها كانت اغنيه قديمه محسوبه من الامور كل ليله نقضيها، محسوبه من الدروب كل خطوه نمشيها. بالكاسيت وديناها الوليد دخو. وليد دخو شمر انا كنت بوقت اي ليش وليد بالارشيف هيك كانت على ولي الدخه، علي العيسى يصيح من جهه، ذاك يصيح من جهه، يا هيثم يوسف يصيح احباب الروح، هذا يصيح صدق مخطوبه يا فلانه. ومستعد هسه اقلد لك صوت علي العيسى هاي قدام العالم. صدق مخطوبه يا فلانه، يلا صدق مخطوبه يا فلانه، صدق مخطوبة يا فلانة، وصدق باكر يزفونك عسن لا يجي باكر واشوف ان دمعته لك. انا مصيب والله العظيم. مخطوبة وغصب يا فلان وغناها بالقصور